مصر ينزل انزل يا مصر. سحبنا الشتم، سحبنا او تنازلنا عن الشكوى زي ما قلت كده احتراما للجميع الاهلي. وعشان يا جماعه لو الفتنه قائمه وهنقعد نشعلل احنا الكبار، طب الولاد الاسرائيليين لو واحد ضرب عيل موته انا ابقى مسؤول؟ طاهر مسؤول؟ انا مضايق. وبعدين اللعب اصلا انا بالنسبه لي ما يسواش 3 مليم. يعني يجي ايه جنب حموده؟ يجي ايه جنب كهربا؟ خلاص؟ يجي ايه جنب لعيبه؟ يجي ايه جنب شيكابالا؟ مصر بدماغك. يجي ايه بقى جنب رمضان صبحي؟ تاني يجي ايه جنب عمرو جمال؟ يعني عايز اقول لك الاهلي والزمالك فيهم ذخيره من اللاعبين احسن من الكوره. انما احنا قدمنا الشكوى ليه؟ لانه غلط، لانه اخطا في بعض الصحف والمواقع في نادي الزمالك.